السلام عليكم أخواتي، أنا ما كنتم وحيثما وجدتم، ومرحبا بكم معنا يا أهل الخير والصلاح والفلاح، وبكل الأحبة والمتتبعين في جميع قارات العالم. اعذرونا إن شاء الله أخواتنا، ما قدرش نرجع لكم كامل لأنه ياخذ وقت، لكن الناس اللي يقدرون يجاوبون جاوبوا عليهم. اليوم رانا فيديو جديد إن شاء الله يعجبكم، حيث كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن الحكومة التركية قامت بإخفاء كتاب مقدس سري اسمه إنجيل برنابا، يعود تاريخه إلى 1500 سنة. يعني هذا الكتاب يحتوي على نصوص تثبت بأن عيسى تنبأ بقدوم الرسول صلى الله عليه وسلم من بعده، حيث طلب الفاتيكان شراء هذا النسخة ب 14 مليون جنيه استرليني. وهذا يعني هذه الصحيفة التوراتية ذكر فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، توجد في تركيا. الكنيسة يعني تريد شراء هذا الكتاب لكي تطمس الحقيقة. لا إله إلا الله محمد رسول الله. كما راكم تشوفوا يعني جريدة بريطانية نقلت هذا الخبر، والفاتيكان حاب يدفع هذا الدراهم بايشروا هذا الكتاب، دراهم كبار، هكذا يغطوا الحقيقة ومع الوقت. المهم إنه الحق، وربي إن شاء الله يثبتنا على دين الحق، ولا إله إلا الله محمد رسول الله. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة، مصدقا لما بين